like a Hellcat. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي الفيديو، اشتراكات في القناة ولايكات كتير علشان معانا فيديو النهاردة، وهو اعادة تدوير قميص رجالي قديم او حريمي قديم لموديل جميل جدا للبنات. ادي شكل القميص قبل اعادة التدوير وشكله بعد اعادة التدوير. زي ما انتم شايفين، هنجيب قميص قديم وهنجيب جيبة تكون مظبوطة مثلا عليكي بالظبط، وهناخد المقاسات بتاعتها ونبدأ نقص، بس نسيب مسافة الخياطة بتاعتنا. بعد كده طبعا بنقلبه على الظهر علشان نخيط على المكنة الجنبين. وادي بعد الخياطة هنقص الكم الاولاني وهنفتحه من تحت كده بالشكل ده، وهناخد مقاس قمر للجيبة طبعا بطول دوران الجيبة كلها من فوق، وبيبقى حوالي عرض 5 سنتي. طبعا احنا الكم عندنا صغير، فقسمنا القمر لثلاث قطع بحيث ان احنا بعد كده هنوصلهم زي ما انتم شايفين كده. هنقص وبعد كده هنتني على الظهر وبعدين نقلبه، هيبقى عندنا نضيف بالشكل ده. زي ما انتم شايفين بقى، هناخد القمر اللي احنا عملناه، طبعا هو مفتوح، هناخد من جهة واحدة ونبدأ ندبسه ونخيطه بالشكل ده. فاضل عندنا الناحية التانية، هنتني تانية صغيرة وبعدين هندبس برضو في الجيبة من جوة بالشكل ده، وهنخيط، هيبقى عندنا بالمنظر ده. ده كده طريقة عمل تركيب القمر. عندنا بقى شوية زراير ملونين هنخيطهم، شايفين بقى شكل الجيبة جميل جدا. هنجيب قطعة ورق كبيرة بحيث ان احنا هنعمل بطرون لتوب تيشيرت عندك قط، بناخد عليه المقاس بتاعك. هنا عملنا قصة مختلفة طبعا من قدام، بقت بالشكل ده، طبعا بيبقى على المقاس بتاعك بالظبط. زي ما انتم شايفين الباقي من القميص من الظهر اخدنا الامام، الخلف بقى طبعا هناخد نعمل حردة تانية جديدة في الكم التاني. ادي شكل الحردة الجديدة، نقص شريطين كده زي ما انتم شايفين، وهنتنيهم تانية صغيرة او تتعمل سرفلة بالشكل ده، وهنعمل زي منظر كده على الصدر من فوق، خيطناها اهي، والجنب التاني. الخطوات واضحة، هتتقلب بقى زي ما انتم شايفين كده، طبعا من الناحية التانية هي معمولة زي سرفلة كده او تانية صغيرة خالص. طبعا عشان تتظبط معانا لازم نخيط من على الحرف. ده كده منظر للصدر بتاعنا، ومن الخلف برضو عملنا نفس الطريقة نفس الشريط، واتخيط من الجنبين. ولما هنقلبه يبقى عندنا التوب كده شكله، طبعا من تحت عايز الديل بتاعه يتخيط كده. لسه عندنا الحمالات، فاحنا هنعمل حمالات بالشكل ده حوالي بس يعني نص سنتي اهي بعد ما اتعملت، وركبناها من قدام ومن ورا. شوية ترتر بقى، شايفين التزيين،
على القطعة اللي احنا ثبتناها على الصدر وعلى الخلف برضو. وادي شكلها من ورا. طبعا يا جماعة إعادة تدوير بجد هايلة من قميص قديم للبنات، حلو جدا، شايفين شكله. أتمنى يكون الفيديو عجبكم والفكرة عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو ده، ومع السلامة.